ما لقاوش محسن من زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو اللي تاخذوه في الصيدليات وشي بالصيدليات. ومازال كنأكد لان الا ما كانش طبيعيه كيمكن تعطيكم حساسيه، كيمكن تعطيكم حبوب. فناخذوا زيت اللوز الحلو اللي كندهنوه على البشره ديالنا، البشره المتضرره، متضرره مناش من مواد كيميائيه، متضرره من اشعه الشمس، متضرره من العوامل الخارجيه. كندهنوا زيت اللوز الحلو هذه على البشره ديالنا كل ليله، كنداوموا عليها على الاقل واحد المده ديال 3 شهور، ومن الاحسن اننا ما نقطعوهاش، نستعملوها ديما. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.